تقديرا واعترافا بعمال أدوا ما عليهم من مجهودات خلال أعوام طويلة من الخدمة، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن بالنظر للتطور المعيشي، رئيس الجمهورية يقرر رفع معاشات ومنح المتقاعدين بزيادات تتراوح ما بين 10 و15%. ونزيد نبلغكم وانتوما أول من يسمعها أن مجلس الوزراء يوم الأحد إن شاء الله ربما يتأجل بيومين، أيوة الأحد يكون 2 ولا 3، باش نقرر الزيادة في الروتلات، الزيادة في الروتلات تكون ما بين 10-15% إن شاء الله. قرارات تواكب مسار بناء الجزائر الجديدة جاءت بعد دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، خطوة ثمنها المتقاعدون المستفيدون وخبراء مختصون في الشأن المالي. هذا ما كنا نطالب به منذ زمن طويل، والخطوة اللي اتخذها سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خطوة كبيرة وكبيرة جدا وشجاعة في نفس الوقت، فرحبنا بهذا الخبر يعني بكل سرور. هذه الزيادات معتبرة على عكس ما كان يحدث في السابق، وحتى وإن كانت تدريجية فهي حسنت من الوضع ومن القدرة المعيشية وقدرة الشرائية للمواطنين، هذا أمر هام جدا. لما تكون زيادات مترتبة في الزمن كل 6 شهور أو سنة وتكون حتى وإن كانت ربما بسيطة، ولكن هذا الزيادات المترتبة تجعل في نهاية السنة أو في نهاية فترة معينة الزيادات معتبرة، ويحس المواطن أو صاحب الدخل بأنه عن القدرة الشرائية تاعو تتحسن. زيادات ستسمح بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في ظل التطور المستمر للمستوى المعيشي، حفاظا على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.